إذاعة الشباب رمضان فيه الخير ينساب. رمضان يا صحة يا جنة المؤمن، في صومك الراحة نهواك يا رمضان. رمضان يا صحة في صحة الأبدان، صحتك في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، حياكم الله وسهلا ومرحبا فيكم بإذنه تعالى، وحلقة توعوية صحية بإذنه تعالى، وبرنامجكم صحتك في رمضان. موضوعنا بإذنه تعالى اليوم تركز أكثر على صحة كبار السن أو صحة المسنين بإذنه تعالى، الصحة النفسية. بنركز أكثر أخواني وأخواتي بإذن الله عز وجل عن على تعريف حالة الخرف، أنا بسميه حالة. كيف يتم تشخيصها؟ هل هنالك سن محدد تبدأ عنده أو تغلب عنده ظهور هذه الأعراض، أم أنها قد تظهر عند بعض الناس في سن أبكر؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الخرف؟ كيف يمكن التأكد وتشخيص هذه الحالة؟ وهل هنالك حقيقة أو أعراض أخرى تظهر على الكبير السن أو المصاب بمشكلة الخرف المبكر، مثلا أعراض إنذارية قد تساعد في عملية التشخيص؟ كيف يمكن التعايش مع هذه الحالة؟ وما هي الأدوية التي تستخدم للسيطرة على الأعراض المصاحبة؟ موضوعنا إذن بإذنه تعالى اليوم صحة المسنين، وسنناقش بإذنه تعالى على الخرف بإذن الله. معانا الدكتور حمد بن ناصر السناوي، استشاري أول طب نفسي مسنين مستشفى جامعة السلطان قابوس، ورئيس الرابطة العمانية للزهايمر. معاكم المخرجة مريم العقيلي، ويمكنكم التواصل عن طريق أرقام البرنامج 24698151، أو عن طريق الرقم الدولي 00968246982118، أو عن طريق الرسائل النصية 90456، أو عن طريق التواصل عن طريق حساب تويتر لصحتك في رمضان @شباب راديو عمان. إذن دكتور حمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وسهلا معنا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة فنة، وأهلا بك وبجميع المستمعين إن شاء الله. حياك الله وسهلا أخويا دكتور حمد. وطبعا بإذنه تعالى يعني قبل أن نطلع على الهواء، نعم، قلنا بإذن الله عز وجل بركة وجود المسن في البيت. كلمة بركة حقيقة مش كل الفئات العمرية تأخذ هذه صحيح الصفة. صحيح. الأطفال بركة بإذنه تعالى، المسن بركة. أولا نبدأ بإذنه تعالى وكيف يعرف كبير السن دكتور حمد؟ نعم، طبعا بالنسبة للتعريف كبير السن مختلف بين دول العالم. في بعض الدول تذكر أن الشخص عندما يصل 60%، وهو التعريف وهو السن المعتمد من سنة، نعم، 60 عاما من العمر، وهو التعريف المعتمد من منظمة الصحة العالمية. في بعض الدول الأوروبية تعتبر لا، 60 ما زال منتج، ما زال يعني من الشباب، من فئة اللي هم ممكن اللي ليس نقول شباب ولكن شباب متأخر، لذلك يعتبروا عمر 65 اللي هو بداية الشيخوخة. ولكن يمكن هذا مرتبط بسن التقاعد، لأن في بعض الدول تجد أن الشخص ما زال منتجا، ما زال قدرة على أن يشارك في العملية الإنتاجية، فحددوا موعد أو عمر كبار السن اللي 65. بس ما هو سائر معظم دول العالم، وما هو المستخدم من منظمة الصحة العالمية اللي هو 60 عاما يعني. بإذن الله عز وجل. طبعا سبحان الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني هنالك حقائق الإنسان لا يستطيع أنه ما يقبلها،
هي عملية التغير الفسيولوجي العضوي النفسي لجسم الإنسان كلما تقدم له العمر. أكيد. هذه هي عملية طبيعية بالفعل. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن ماذا يحدث في جسم الإنسان دكتور حمد، يعني من الناحية النفسية العضوية، من الناحية العضوية الفسيولوجية، يعني هل هنالك بالفعل تغيرات تحدث في الخلايا جسم الإنسان كلما يعني وصل إلى يعني 65 وما فوق؟ نعم نعم، طبعا هذا الموضوع تم ثباته علميا، أن مع تقدم السن تحدث تغيرات فيزيولوجية في جسم الإنسان، سواء في المخ أو في جميع الأعضاء الأخرى. فمثلا قدرة المخ على إنتاج حلقات تواصل ما بين خلايا المخ تقل مع تقدم في السن. أيضا عملية الأيض، يعني قدرة الشخص على تحطيم المواد الغذائية، على مثلا تراكم الدهون، قدرة الشخص على امتصاص المواد الغذائية من المعدة، قدرة المعدة على التعامل مع مواد غذائية مختلفة تختلف. أيضا القوة العضلية، نسبة العضلات إلى الشحوم موجودة في الجسم، هذه تختلف أيضا مع تقدم العمر. ولكن السائد أن لا نربط تقدم السن بفترة زمنية. طبعا عملية الشيخوخة أو الهرم أو التقدم في السن تختلف من شخص إلى آخر. أحيانا تجد بسبب قلة النشاط البدني قد يشيخ المرء في بداية، يعني حتى على الخمسينات على سبيل المثال، بينما نجد في بعض الحالات نجد شخص ما زال لا قادرا على الحركة ولا يعاني من ألام الظهر، ألام الركبة، الضعف العام، حتى في سن 80 على سبيل المثال. يعني نذكر في أرقام قد لا تكون كبيرة، ولكن في بعض الحالات مسنين يشاركوا في ماراثونات، في رياضات عالمية تتطلب جهد. وهنا تجي حكاية الدافعية النفسية، وكيف دور المجتمع أن نحن نحسس الشخص أنك أنت خلاص كبرت، نجيب لك كرسي وسجادة ويمكن احنا بنتطرق انتظر الموت. فهذه يعني لا تزرع الامل لدى كبير السن، وربما تشجع ان الاحساس بالياس وان انا خلاص فاتني القطار وان خلاص مضى العمر وسوالف هذه. ايضا نربط مع التغيرات الفيزيولوجيه تجي تغيرات نفسيه والاجتماعيه. طبعا تقدم السن ذكرنا تغيرات فيزيولوجيه، نذكر الامراض ايضا، الشخص يكون ممكن معرضه لاصابه بالامراض المزمنه، ارتفاع ضغط الدم، السكري، الام المفاصل، القدره على الحركه، أكيد فعلا في بعض السرطانات مرتبطة، ضعف الرؤية، ضعف القدرة على السمع. فكل الأشياء تعيق التواصل مع الآخرين، تعيق قدرة الشخص على استمتاع هوايات معينة. مثلا الشخص اللي يحب القراءة على سبيل المثال قد يجد أنه مع مرور الوقت أن النظر قد يتأثر بهذا الموضوع، ولو أن في خيارات أخرى في اللي هي الكتب الصوتية وفي الكتب المرئية والخيارات الأخرى اللي حاب يطور نفسه في هذا المجال. أيضا قضية التقاعد، يعني أتذكر في بعض الحالات كنا في بعض المرات كنا نقيم جلسة حوارية على موضوع التقاعد، وكان الحضور من عامة الشعب، معظم الموجودين حسوا أن التقاعد عنصر أساسي لجلب الاكتئاب. أي والله. على سبيل المثال في بعض الحالات الخرف يعني. أيوة. فهو يكمن من التقاعد يتزامن مع فقدان الشخص القدرة الجسدية، فقدان التواصل الاجتماعي، لأن إحنا معظم الناس تحصل أن بيئة العمل ليست مجرد مصدر رزق، ولكن الأصدقاء، الزملاء، يعني تشكل دكتور حمد أسرة ممتدة. اللهم صلي على سيدنا محمد. ولهذه أساسيات حياة الإنسان قائمة على حسن اختيارين. نعم. اختيار من يشركه في حياته، سواء كان الزوج أو الزوجة بإذن الله عز وجل، والاختيار الثاني اللي هو كذلك يعني يحدد مسار حياة الإنسان، عمله وبيئة العمل. بارك الله فيك، كلام جميل وكلام يعني علمي واضح دكتور حمد، جزاك الله ألف خير. أبي أستفسر بإذن الله، ذكرت مشكور أن مجموعة من العوامل التي تحدد أو تسرع أو تؤخر بإذنه تعالى ظهور هذه التغيرات الفسيولوجية العضوية على جسم الإنسان. نعم. ما هي هذه العوامل أخوي الكريم؟ هل يعني هي عوامل وراثية؟ العوامل الوراثية لها دور على الموضوع، الغذائية أيضا لها دور في الموضوع، أيضا الحالة النفسية للشخص. يعني تجد في بعض الحالات، وهذا ثبت علميا، أن العزلة الاجتماعية وعدم القدرة على مشاركة الآخر يشيخ بسرعة، أو أنه يجد أنه لا أصبح ليس له قيمة في المجتمع. ف
فتحس ان مثلا عدم اشراك الشخص في التجمعات الاسريه. في بعض الاسر يقول احنا ما نحب نزعج الوالد او الجد، ليش احنا نشغله في مشاكل نفس. في بعض الحالات تحس الشخص انه يعني ولو انه تاريخيا معروف ان الكبار السن هم مصدر الحكمه، مصدر الـ يعني اصداء النصح والمشوره، ولكن قد يكون هذا تغير في بعض المجتمعات. لذلك نجد ان في بعض الحالات اشراك الكبير السن في الاشياء اللي تحصل ولو انه من باب المجامله او الاحترام يعزز عندهم الثقه بالنفس. بارك الله فيك. ويحسوا ما جالوا من جنجين يعني. وجدا سبحان الله سبحان الله، يعني نظام الاخذ والعطاء دكتور، يعني نعم. الفعل ورد الفعل. أكيد. هي عمليه سبحان الله، يعني عمليه المحافظه على عمل اي خليه يستلزم انه عدم اهمالها. فاذا جات باذن الله تعالى على الادراك النفسي والتعامل وكذا، فناخذ ان شاء الله المكالمه ونرجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام، اسمحوا لنا تاخرنا في اخذ المكالمات باذن الله تعالى. نرجع للرسائل باذن الله. الاول سؤال انه انا عندي جدتي ولكن للاسف صارت تنسى وما عارفة احنا مين، وعمرها 70 سنة وجاها فجأة النسيان وما تعرف احنا مين. انزين، السؤال الثاني بإذنه تعالى، انا والدي عمره 75 سنة وما شاء الله ما عنده اي مشكلة صحية دكتورة فنة، الحمد لله ما شاء الله الله اكبر. في سؤال على كان الرسالة النصية انه كيف احافظ على قواي العقلية وما ادخل في خرف. إذن دكتور حمد، السؤال الأول إنه الجدة صارت تنسى وما تتعرف على أحفادها، هذا عبارة عن إيش؟ طبعا النسيان من أهم العوامل اللي تشكل جزء من تشخيص مرض الخرف. احنا بنتكلم بشكل عام، الخرف عبارة عن مرض دماغي عادة ما يصيب كبار السن، وأقول عادة لأن في بعض الحالات قد تكون أقل بشكل أقل، لأن ممكن أعراض الخرف تظهر قبل سن 60، ولكن ثبت علميا أن مع تقدم العمر نسبة الإصابة في الخرف تزداد. فنجد أن المريض المصاب بالخرف يكون عنده نسيان، يكون عنده عدم القدرة على الإدراك الأشياء لما تحدث حوله، يكون في لخبطة في يعني ما يقدر يتعرف للوقت. إحنا الحين جالسين في غرفة ما نشوف مصدر الشمس، ولكن نقدر نعرف أن الحين حوالي منتصف النهار، يعني يكون عنده لخبطة في الأيام التواريخ. ايضا مع مرور الوقت ان الشخص يصعب عليه ممارسه الاشياء اليوميه اللي احنا ناخذها من باب الاشياء مسلم بها، يعني الشخص يصحى الصباح يغسل اسنانه يغسل وجهه يتوضا للصلاه، الانشطه الروتينيه اللي هو متعود عليها. أيوة، فهذا تحس انك يبقى الشخص المريض الخرف يجد صعوبه، فيحتاج الى تذكير، يحتاج الى مساعده، يحتاج الى يعني احيانا تذكير بشكل يعني قوي، لا نقول اجبار، ولكن يعني يكون مسألة يحتاجها مسايسة في بعض الحالات مسايسة ومتكررة. أيوة. في رسالة جميلة دكتور حمد. نعم. اليوم يبي يبثها أنه ما نقص عليهم حتى بالفعل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنه يعني الأخوان اللي قالوا أنه تنسى وما تعرفنا وما تعتمد على نفسها، يعني أنا أتوقع بإذنه تعالى عملية اللين في التعامل بالفعل. وتقبل بالفعل. هذا الموضوع بالفعل. دكتور حمد، يعني جزاك الله ألف خير، ذكرت موضوع الخرف. نعم. هل احنا عندنا يعني احصائيات معينه تبين ان هذه نسبه الناس الذين يعانون من مشاكل الخرف؟ نعم. في السن الطبيعي لحدوثها. نعم. وهذه النسبه التي تبين الناس الذين يعانون من الخرف لكن بعمر اقل من المتوقع. نعم. نعم. ولو قارنا ايش الاسباب؟ نعم. احنا معانا محليا. ايوه، بالنسبه للاحصائيات المحليه طبعا صعب نحصل عليها، لان ما زلنا الان في إلى الآن في طور التثقيف الصحي، لأن في بعض الحالات معظم الناس يتوقعوا أن النسيان شيء طبيعي، أو أعراض الخرف الأخرى يعتبروه شيء طبيعي من التقدم في العمر، يعني يفكروا أن شيء طبيعي أن فلان ينسى لأنه صار كبير وش نتوقع. ولكن القضية أن احنا نحاول نشرح دائما أن في فرق ما بين اللي هو النسيان اللي هو اللي متقبل للسن الشخص، وما بين متى نقلق ونفكر أن هذا يكون خرف أو زهايمر أو أنواع أخرى من أنواع
الخرف الشائعة. طبعا بالنسبة للإحصائيات عادة تبنى على العدد الأشخاص الذين يأتوا إلى المؤسسة الصحية كطلب التشخيص والعلاج، ولا توجد لحد الحين عندنا المختصين الكفاية اللي يبحثوا في المجتمع ويقوم بإجراء دراسات ميدانية وأيضا مدى تقبل الناس. فكل اللي يحصل أو نحن ملاحظ عندنا أن نحن معظم الحالات تجي عندنا لما تصل إلى مرحلة متوسطة، أو يكون الشخص عنده أعراض سلوكية، يعني يصبح قد يكون عنده عنف، قد يكون عنده يعني تجد أنه خلاص ما يعرف أن الحين موجود في بيته، فهو جالس في بيته يقول ودوني البيت ودوني البيت. اللي يحصل لنا في بعض الحالات أنه مع الخرف أن الذاكرة الحديثة هي التي تختفي تدريجيا، فمع مرور الوقت أن كل اللي يبقى ذكريات الشخص إلى الذكريات القديمة، فأحيانا يسأل على أمه وأبوه رغم أنه توفوا من فترة، فلما يقصد ودون البيت يقصد البيت اللي كان نشأ فيه أثناء فترة الطفولة. أيوة. فبالنسبة اللي هم اللي أقل من 60 أعدادهم تكون أقل بالنسبة كإحصائيا، وأيضا مشكلة تكون أكثر، لأن في بعض الحالات الشخص ما زال على رأس عمله، ما زال عنده أولاد في سن الشباب، الزوجة قد تضطرها تعمل عشان تعيل الأسرة. وفي بعض الحالات يعني أذكر أحد الشباب اللي كان أيامها كان 11 سنة كان يحكي تجربته، يقول أنا حسيت أن طفولتي انقلبت، يعني صرت أنا اللي لازم أراعي أبوي، أنا اللي أنتبه له، يعني بارك الله فيه، لدرجة أن الأب وصل لمرحلة أنه هو ما يقدر يعتمد على نفسه، ما يقدر يغير ملابسه، فيقول أنا طفولتي سلبت. اللهم صلي على تنقلب الأسرة. يعني الشيء السائد أن الأباء هم اللي يعتنوا بالأبناء حتى مرحلة معينة، الولد هذا حس في سن صغيرة صار يأخذ هذه المسؤولية. بارك الله فيه ثم بارك الله فيه جميعا. ثم بارك الله فيه جميعا. ما شاء الله عليه حقيقة، يا بخت اللي عنده مسن ورعى مسن ويا بخت اللي عنده شخص عانى من خرف مبكر وعانى من هذه المشاكل ولقى أحد من، يعني هذا بر يا الله، يعني الله يرضى على كل من الرحمن من عليه بهذه الفرصة. مكالمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته دكتور العزيز فنا وضيفي الكريم، نرحب بكم جميعا، عندكم حمد بن حمود بن ناصر المحاربي ولأسرة البرنامج والسادة المستمعين والمستمعات الكرام. حياك الله وسهلا ومرحبا فيك بإذن تعالى. اليوم عندنا الدكتور حمد والمتصل والد حمد، يعني إيش يسموها بالعماني؟ السمي يعني. السمي السمي. حياك الله تفضل. كيف حالك دكتورة؟ الله يسلمك بنعمة بإذن تعالى. أنا محضر لكم بيتين قبل للدكتورة فنة ولضيفي الكريم ولكل المستمعين. حياك الله تفضل. يقول صيامكم مقبول والسعي مشكور إن شاء الله. اللهم آمين يا وعيشة طيبة في ذيك القصور. اللهم آمين. دكتورة فنة حالش الجنة والمستمع وكل من عندكم حضور، كل المستمعين وكل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين. اللهم أشارككم في هذا البرنامج دكتور. سلام عليكم. مشكور والله، خليتني بصيح أول شيء. أنا خليتني والله، جزاك الله بخير. بصيح جزاك الله بخير. تفضل دكتور. نعم. يعني مرض الشيخوخة يمر على الجميع أو هو وراثي؟ نعم. ولا في سن محدد؟ يعني بعض الناس على ما إنه كبيرين واجد لكن عندهم مرض الشيخوخة. نعم. تلقائي هذه تلقائي يعني يجيب كلمات يعني سبحان الله. لكن الله النقطة سمين المهمة وناشدكم أنت يا دكتور. نعم. إن بعض الناس المسنين مدعاين في مستشفى مثل سمايد في أقسام قريبا من الناس الأصحاء. نعم. يعني تلقى صوته عالي ويصرخ صراخ، يعني الناس مريضين مرض خفيف أو شيء تلقى مسوي إزعاج. نعم. يعني المفروض يخلى لهم قسم في مستشفى إسماعيل أو في جميع مشافى السلطنة من مسندمين لطلالة، يعني يسبب إزعاج، تلقى يصرخ صراخ ما يهدي إلا في ساعات النوم. بارك هذه كملاحظة. نعم. إن شاء الله. ونرجو من الجميع أن يهتم بوالديه. اللهم آمين. عند الكبار ويهتموا فيه. والله لو بتسمح لنا الوالد حمد، يعني أنا أتوقع هذه تبدأ من يوم صغير، يعني حقيقة يعني العلاقة الإيجابية ما بين بإذنه تعالى الأهل مع بعض في الأسرة، يعني هذه تعزز كثير أمور وتمنح حدوث كثير أمور من صحة الإنسان بإذن الله. جزاك الله الخير. بعض الناس دكتورة إن يتفاجأ مثل متوفي أخوه أو أبوه، يعني يصير لهذه الأشياء يعني صدمة، ينصدم. صح. عزيز علي توفى في حادث مثل في أيام العيد، يعني شيء من يعني الانفعالات
في سبب يعني. نعم. نعم. إن مباشر يجي هذا المرض سيخوخه. اللهم صلي على سيدنا محمد. بارك الله فيك. ما نصيحة الدكتور الكريم ضيف الحلقة في الجميع؟ ما هو ما هي الأشياء لتقلل لهذا المرض الشيخوخة؟ في أكلات يعني مناسبة، في مثل يأكل البندق أو الفستق يقوي الذاكرة. صح، بارك الله فيك. مثل البيض العماني ان شاء الله. حاضر. ما هي الاشياء ان شاء الله حاضر تحمي من مرض الشيخوخه؟ ان شاء الله حاضر الحين، لانه ورانا سعيده وكل عام وانت بصحه. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام اخونا سعد، كيف الحال؟ الله الحال. طيب، كيفك يا دكتورة؟ والله بنعمة بإذنه تعالى إن شاء الله. حياك الله وسهلا بإذنه. حيا أيضا الدكتور وبارك الله فيه، وأريد له أيضا تسبوا كثير في هذا الموضوع. ونبتدي من الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى وقال في محكم كتاب: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله مصر مصر. يعني هذه الآية هي وحدها درس، ولكل واحد عنده والدين أو كبير السن هو في جنة الله في الأرض. نعم. نعم. سلام سيدنا. أيوة. محمد. بارك أيوة. الله فيك. دكتور كيف حالك أول شيء؟ أهلا وسهلا أخ سعد، كيف حالك؟ تسلم أخوي، تسلم. دكتور حب أسألك بعض الأسئلة. تفضل. البسيطة دكتور، لاحظنا عندما زرنا بعض الدول الأوروبية، لاحظنا أن كبار السن معهم أشبه بالشباب. نعم نعم. فما نعرف ما هي الأسباب؟ يعني ما شاء الله، وأنا أيضا زرت بعض الدول ورحنا دور المسنين. نعم. لأن عضو في جمعية العمال الأصدقاء المسنين، فلاحظناهم أنهم عندهم يعني دور لرعاية المسنين للفترة النهارية. نعم نعم. يعني والتنويم قليل معهم، عندهم ألعاب رياضية، في دكاترة يزوروهم وكذا. ما شاء ما هي، وهناك عندهم ما شاء الله 70 و80 senior وتحصلوا ما شاء الله بكامل قدراتهم. نعم. حتى بعض منهم يعمل لك برامج أشياء مسلية وما شابه ذلك، وأنا هذا شفتهم لما زرناهم. ما هي الأسباب اللي تخلي بعض في هذه الدول أنه هناك شو نوع ما كبير السن أكثر حيوية من شوية إحنا معانا في الدول العربية؟ ما هي الأسباب دكتور؟ هذه نقطة. إن شاء الله. أيضا دكتور، الدراسات تقول، وأريدك أيضا تتكلم في هذا، أن الذي يحفظ القرآن الكريم والذي يمارس الرياضة والذي يتعلم لغات، القدرات العقلية ما تروح معه. هل هذه دراسة بالفعل صحيحة أو نعم. كيف لي؟ وتبين الأسباب، تبين لأنه أيضا إحنا في شهر رمضان ونبقى نغرس الجوانب الدينية في الناس وفي النجل، أن الذي يحفظ القرآن ترى مصان. اللهم صلي على سيدنا محمد. بارك أيوة الله فيك. أيوة دكتورة، هذه دراسات قريناها. صح. وصحيحة. نعم. والله العظيم صحيحة بإذن الله عز وجل. أيضا في حاجة تبين دور الرياضة في الإنسان عندما يمارس الرياضة، أو مثلا نوع التغذية دكتور، من أجل أن يحافظ الإنسان على كامل قدراته. آخر حاجة دكتور، أريدك تبين لنا الإنسان كيف يحافظ على قدراته العقلية في ظل عالم الحوسبة أو عالم الهواتف التكنولوجية أو التلفونات الذكية. كيف نحافظ على قدراتنا العقلية؟ هل هناك في تمرينات حسابية أو أي شيء أنت من خبراتك أو المؤتمرات اللي حضرتها؟ إن شاء الله. الله يخليك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام أخي الكريم ورحمة الله عز وجل وبركاته. طبعا إن شاء الله بالخير، أنت وضيفك الكريم وأختنا المخرجة جزاكم الله الخير على البرنامج الطيب. تسلم أخي الكريم، وأنت كذلك بإذنه تعالى جزاك الله الخير. الله يحفظك يا رب. إن شاء الله. اللهم آمين أخي الكريم. حياك الله. موضوعنا اليوم عن الخرف. معاش خليفة الرحبي. والنعم. حياك الله وسهلا. الله يسلمك إن شاء الله. حياك الله. دكتور صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. كيف حالك اخي العزيز؟ الحمد لله تمام. الله يعطيك الصحه والعافيه ورمضان كريم ان شاء الله يا رب. عليك ان شاء الله. حياك اخي العزيز. اخي العزيز، انا عندي استفسار بسيط كذا خفيف. تفضل. انا بس بغيت اعرف، هل اللي هذا الا علاج هذا؟ انا شيء مره عندي نسيان ذاكره، والعمر 45 سنة ما شاء الله. الله يحفظك. ولكن شوي عندي نسيان، مثلا ابغى اطلع حاجه ولا بروح مكان انسى، حتى ترجع الذاكره مره ثانيه يبغى لي اتذكر وش نسيان وش نسيان ما اتذكر يعني. نعم نعم. واريد منك اذا في شيء لهذا العلاج، ولا في شيء اتمنى الله يبارك فيك اسمعكم باذن الله. اخوي الكريم خبرنا اول شيء الله يحفظك على هذا النسيان، من متى بديت تحسه؟ ايش نوع من النسيان؟ ايش تنسى بالضبط؟ ايش اللي يخليك تتذكر
فهمت والله يا. اذا اول شيء اذا اجي اطلع الارقام من 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 الجهاز ابغى اطلع انسى طوالي ما اعرف ابغى اروح مكان مثلا مقرر انا بنفسي ابغى اطلع مكان وكذا اشتغل في البيت وانسى وين ابغى اروح يعني سبحان الله. اكثر شيء عندي نسيان اكثر شيء عندي نسيان اطلع الارقام من الجهاز سبحان الله. زين أخوي الكريم حد لاحظ عليك في من حواليك اللي يحتكوا فيك إن عندك مشكلة في النسيان وهل هي تأثرت على حياتك اليومية؟ والله ما أعتقد عندي أثر علي لكن بس أنا بنفسي أشوف أولادي نفسي. يقولوا لي بأولادي بنفسي يقولوا لي أنت عندك نسيان واجد أنا ما أعرف إيش السبب يعني من متى بدأت كذا تحس نفسك أو أولادك؟ والله تقريبا من تمام وما سألنا بعد عنده مشكلة صحية أخرى ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حي ومرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بقصي. كيف الحال؟ حياك الله أختنا الأستاذة جوخة الفارسي رئيسة فريق رعاية الوالدين ما شاء الله. فريق عمال رعاية الوالدين. والنعم. أبارك لك ولجميع المستمعين والعشرة الأواخر من رمضان. أسأل الله لي ولكم إن شاء الله الثبات والقيام الليل وإن شاء الله يا ربي وإجابة جميع الطاعات والإجابة والمغفرة والرحمة الله يا خيتي يا رب اللهم آمين يا رب. كيف دكتور حمد؟ أهلين شيخة كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله تمام أهلا بك. حياك الله. موضوع رائع وموضوع مهم وموضوع يعني يلمس الحواس المسن يعني ومشاعره. الله يخليك أختي الكريم الله يخليك إن شاء الله وما شاء الله أخ جوخة يعني وأنت ما شاء الله الله يرضى عنك يعني من الأخوات اللي ما مقصرات في هذا المجال يعني جزاك الله ألف خير حقيقة على هذه الجهود صراحة اللي أنتوا قايمين فيها مع الزملاء بارك الله فيكم إن شاء الله وللأمام وهذا أحد أدوار اللي يجب الجميع يقوم فيها من أجل والدينا وطبعا الواحد ما محتاج أنه يوصى على والديه لكن دائما نحن مع الأبناء من أجل الوالدين وإلى ما لأنهم ما يوصلوا مرحلة اللي هي يعني النسيان واللي هي المرض اللي يوصل لمرض اللي هو الزهايمر لا نحن إن شاء الله نتمنى يكونوا يعني هذا ما توصل هالمرحلة إلا بسبب الوحدة 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 وتخلي الأبناء عن يعني والديهم يبقى الاب او الام يعني الشعور الوحيد اللي يبغى يسوي يبغى يحصل له يحس انه هو ينسى لانه ما يبغى يعرف انه اولاده تركوه فانا اتمنى يعني عشان ان نخلي ابائنا وامهاتنا ذكرياتهم تبقى الى الابد هي بتواجدنا معهم بالحديث معهم بالطلوع معهم اشراكهم في المجتمع تغذيتهم يعني التغذيه الجيده دائما يعني سماع القرآن والأذكار وجلوسهم مع أبنائهم مع أحفادهم هذا من ما يخلي المسن دائما ذاكرته تقوى دائما لما دائما وأنا أطلع الميدان وأشوف المسن محطوط في غرفة في زاوية والأبناء في زاوية تزعجني هالحركة يعني لأن وجود المسن في زاوية خارج البيت أو وجود بعيد عن أبنائه هو اللي سبب هذا الزهايمر والنسيان لأنه هو ما يريد يشوف عمره إنه هو أصلاً متروك يبغى يكون هو مع أولاده مشارك بارك الله الشيء الوحيد إنه هو البعد عن أبنائه يعني محين شهر رمضان شهر الألفة والمحبة والشراكة تحس نفسك في أي يوم عادي ممكن تأكل وحدك لكن في رمضان تحس الجلسة مع الفطرة ومع لمة العائلة أحلى شيء هنا هو شهر التقارب فياريت لو نحن دائما نشرك ونظل مستمرين اللي توقف يعني بدأ في رمضان يستمر في إن إشراك والديه معاه في وقت الأكل وقت الجلوس في طلوعهم يعني يشاركوه في كل شيء يغذيه تغذية جيدة دائما التغذية الجيدة والإشراك العائلي هذا يقوي من ذاكرة وحب المسن لوالدي لأبنائه تسلمي يعني. أختي الكريمة أستاذة جوخة الفارسي وجزاك الله خير للمشاركة وأحسنتي وأنا أشكرك على هذا البرنامج الرائع وأشكر دكتور حمد ما شاء الله باعهم طويل في الوقوف مع الأسر اللي هم يعانوا من مرض الزهايمر وأنا أتمنى ما توخلوا من كل مستمع يعني ما يخلي والدي يوصل للزهايمر وإنما دائما يتوقف
التواجد والإشراك. يعني الواحد ما يحس بقيمة الوالدين إلا بعد ما يفقدهم. فاللي عنده والدين يخلي يكون ساقط تحت قدميه علشان يبقى دائما بار بهما. نعم بالله عز وجل. ويجزاك الله الخير أستاذة جوخة. أحسنتي. وكل عام وأنتم بخير. أحسنتي جزاك الله خير. شكرا جزيلا. أحسنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ خليفة كيف الحال؟ الحمد لله. لا والله أنت معذور وإحنا معذورين، لكن بس بغينا نستفسر كذلك بإذنه تعالى، هل تعاني من أي مشكلة صحية؟ السكري، الضغط؟ لا دكتورة ما عندي سكر. ما في عندك مشكلة؟ تمام بارك. كان قبل أول أيام أعالج من الضغط، والحمد لله تخلصت منه بكل أي طريقة الحمد لله، مع الرياضة ومع تقليل الأملاح بإذن الله. الحمد لله كركي هذا بارك. الحمد لله أموري طيبة، يعني ما عندي شيء. الحمد لله الحمد لله. أخوي الكريم النسيان. نعم. النسيان وفي سن 45 سنة إن شاء الله. حاضر من عيوننا بإذن الله. تسلم عيوني. الله يسلم. الله وأشكر المخرج أخذ العالم. بارك الله فيك. شكرا. الله يوفقكم يا ربي جميعا. شكرا. الله الخير. تسلم. الله يخليك. شكرا أخوي الكريم. جزاكم الله الخير. إذا نرجع على سهل الأسئلة دكتور. نعم. أنا الوالد حمد جزاه الله رف خير قال السؤال، يعني يقول أشوف الناس وكل حد يخرف. نعم. وأخاف. نعم. يعني نعم. كنا حتى أنا حتى أنت يعني كنا نخاف أن احنا يعني ممكن نوصل لهذا الموضوع. نعم. فهم مثل ما يقول سبحان الله درب كنا بإذنه تعالى يعني سالكنا إذا أراد الله عز صحيح. وجل صحيح. فهل هنالك مجموعة من الـ بإذنه تعالى الخطوات الوقائية ممكن إن احنا نقلل حتى من ظهور هذه الأعراض. نعم. نقلل أو نطول بإذنه تعالى الفترة الزمنية لعدم ظهورها ودور الوراثة كذلك. نعم. فيها نعم. هو بإشارة لسؤال الأخ حمد تصحيح، وذكر مرض الشيخوخة، هي الشيخوخة مرحلة وليست مرض، يمكن يقصد مرض الخرف يعني. وبالنسبة للجواب إن شاء الله بيغطي أسئلة الأخوة الآخرين. بالنسبة للعوامل التي تساعد على الوقاية من مرض الخرف أو مرض الزهايمر بالتحديد، ممكن نقسمهم إلى خمسة أشياء على مقدمتهم النشاط الذهني. يعني من الملاحظ أن الأشخاص الذين خلاص واحد قاعد على سبيل المثال بطل يقرأ، بطل يناقش الآخرين، بطل، تحس أن قلة النشاط الذهني هذا يسبب خمول. فحتى بالإنجليزي في مثل use it or lose it، بمعنى إذا ما تستغل نشاط الدماغ بتفقد بتخسر. أيوة. الله مصر على سيدنا محمد. العنصر الثاني هو النشاط البدني، النشاط بمعنى الرياضة أو النشاط البدني بشكل عام، ولا نشترط أن الشخص يروح يعمل ساعات طويلة في الجيم، وإنما التي تتناسب مع المرحلة العمرية والصحة بشكل عام. يعني العلماء بشكل عام ينصحوا الأطباء أن ثلاث ممارسة الرياضة 30 دقيقة في اليوم 5 مرات في الأسبوع تغني من أشياء كثيرة. ومع الرياضة تأتي قضية المحافظة على صحة القلب أيضا عن طريق الرياضة الصحية. الغذاء المتوازن، في بعض الدراسات تذكر أن ما يسمى بغذاء الشرق المتوسط، البحر المتوسط، اللي هو مجموعة من السلطات، الأشياء اللي والألياف والسلطات الملونة وزيت الزيتون، فكل هذه طريقة غير مباشرة عن طريق محافظة على صحة القلب. وأيضا التواصل الاجتماعي، أيضا الشخص لما يكون يتواصل مع الآخرين يشارك في المناسبات الاجتماعية، هذا يعطيه إحساس رقم واحد أنه هو يقلل عن احتمال إصابته بالاكتئاب، اللي هو من العوامل اللي قد تؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر. وأيضا تعطيه إحساس أنه ما زال قادر على المشاركة والإنتاج، وأيضا تنمي عنا نشاط الدماغ، لأنه أثناء النقاش يسمع، يأخذ فكرة، يستوعبها، يشارك برأيه. فكل هذه العمليات تساعد إن شاء الله على الوقاية من مرض الزهايمر بشكل عام. بارك الله فيك. كذلك قال يعني جملة جميلة حقيقة، وفي بعض من الحالات حقيقة تظهر. نعم. تظهر عليها مشاكل خرف. نعم. سبحان الله بعد مرورها سبحان الله يتصادف بمرورها بصدمة قوية. نعم. يعني هزت نفس الإنسان يعني بأنواع هذه الصدمات. نعم. لا قدر. نعم. الله عز وجل. نعم. طبعا في دراسات تذكر أن أحيانا مرض الاكتئاب أو أعراض مرض الاكتئاب تكون مقدمة لظهور الأعراض مرض الخرف. في بعض الحالات على سبيل المثال إذا كان الزوج والزوجة عايشين مع بعض وحياة مستقرة، وكل واحد مثلا حتى لو في أعراض تظهر عند الزوجة وبخصوص مرض الخرف، الزوج الآخر قد يقوم بالتغطية، يعني ما يظهر، والشخص ما
ما يلاحظوا الآخرين، بينما إذا توفى واحد فيهم شخص اللي مصاب بالمرض تظهر عليه، فالناس يترجموا هذا كنوع من الصدمة أو الفاجعة والفقدان، ولكن بقضية أنه كان الشخص هذا الآخر هو اللي كان يساعده ويسانده ويتواصل معه وما محسس أن الشخص عنده مشكلة. طبعا هذا يختلف على المراحل المختلفة من المراحل المرض ومتى حدث الأعراض يعني. بارك الله فيك. ناخذ المكالمة ونرجع لأسئلة الأخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا عجبني كذلك ما شاء الله، جزاه الله ألف خير الأخ سعد. يمكن سبحان الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، من ملاحظة أنه مدى استمتاع. نعم تمام. نعم. إحنا ما نقول شيء، لكن نقول مدى استمتاع كبار السن. نعم. في الدول يمكن المتقدمة، إحنا من الدول المتقدمة بإذن الله. نعم. تعالى. نعم. لكن في الدول الأكثر يمكن تقدما، أيوة بارك. نعم. الله فيك، يعني إحنا ما بغينا نذكر اسم دولة وكذا. نعم. أكثر استمتاعا بجودة الحياة. نعم. حقيقة. نعم. طبعا إحنا بنعمم دكتور حمد حقيقة. أكيد. ما هنا أكيد. لكن مجرد ملاحظة فعلا. ما مجال تعميم، لكن ملاحظة إنه هناك يمكن الاستمتاع بجودة الحياة، الانغماس فعلا. مع المجتمع. نعم. أكثر مقارنة معنا. هل هذا لي أسباب مثلا؟ أيوة. يمكن ببعض الأسباب الاجتماعية تكمن في قضية إن الشخص في الدول الأوروبي على سبيل المثال يكون عنده النشاط الجسدي يعني منغمس من بداية من مراحل الشباب، يعني تحس شيء طبيعي أن الشخص يمشي مسافة طويلة، سواء يمشي إلى الباص سواء يمشي أو يستخدم الدراجة، وبالتالي النشاط الجسدي هذا يعطي طاقة أنه هو يعني يستمر وما تغير عليه. الشيء الآخر نرجع لقضية ثقافة التقاعد، يعني هنا المشكلة أنها تجد أن بعض الحالات ملاحظة أن هي اللي تقسم ظهر البعير معانا. بالفعل أن الشخص فجأة يحس أنه خلاص يعني تقاعدت، أصبح أجلس على الرف بريك. ما مجرد بريك، ولكن خلاص أنت انتهت طريق صلاحية يعني. إذا ممكن نستخدم هذا فتجد أن الشخص مع أنه مش كذا، مع أنه مش كذا. نعم. حقيقة سبحان. نعم. الله. يمكن هي يعني وصلنا لسن معينة بإذنه تعالى اللي هو يعني نبدأ الاستمتاع بشيء آخر من الحياة. فعلا. احنا عطينا يمكن سنين في العمل. نعم. والحين ما بقى من العمر، والعمر بإيد الرحمن. أكيد. عز وجل. لكن نوجه الاهتمام بشيء ثاني. نعم. والله دكتور حمد ممكن هذا الاهتمام بإذنه تعالى لو أخذناه بالفعل بعمق وبقناعة قد يكون مثلا صلة رحم. والله هذه ما هي بسهلة تراها. أكيد. حقيقة. أكيد. وهنا هذا مربط ثلاث موضوع ثقافة التقاعد. إحنا معظم الناس إنهم يعني يحوشوا مبالغ مالية يعني كجزء من الخطة، يعني شخص إنه ما بعد الريتايرمنت. أيوة. ولكن ما في خطة إن أنا كيف أنا بقضي وقتي. ذكرت حكاية رعاية الآخرين، الجانب التطوعي مفتوح كل حسب مجاله، استكشاف العالم الخارجي. هذا شيء أخرى من ضمن الأشياء اللي تجدها سائلة عند المجتمع. ما نعرف مناطق بلادنا. فعلا. وإحنا فعلا. ما شاء الله ما أنعم به الرحمن يعني. نعم. نعم. فأتوقع هي أخوي الكريم دكتور حمد قلتها اللي هي ثقافة الاستعداد. فعلا. يعني اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد دائما يعني عقلها وتوكل حتى في حياتنا في مراحل عمرنا. نعم. الحامل كيف لازم تدخل الحمل، المسن، المراهق كيف الأسرة تستعد له. في شيء كذلك أباها يعني. نعم. أبي أناقشك. نعم. فيه عملوا دراستين. نعم. جابوا ما شاء الله دولة من شرق آسيا، خلينا نقول اليابان. نعم. وجابوا مسنات بإذن الله، وقبل وصول لعمر 65 حطوهم على تغذية قائمة بارك. نعم. الله. نعم. فيك. نعم. معتمدة مثل ما قلت. نعم. وصفات مثلا اللي هي تغذية البحر المتوسط. نعم. وكذلك كانوا كثير يدخلوهن في حل المسائل الرياضية وكثير تنشيط. نعم. العقل. نعم. وجابوا فئة ثانية سبحان الله ورقبوها خلال نفس بارك. نعم. الله. نعم. فيك. نعم. هذيك الفئة كانت أكثر ميلا للسلبية. بالفعل. الغذاء غير صحي وحقيقة. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. أثناء المتابعة وبعد سنين من هذه الدراسة بيّن سبحان الله أنه هنا أكثر استمتاعا الجانب الإيجابي زاد. أكيد. العمر. أكيد. صار ما في أمراض
حقيقة. صحيح. يعني مرتبطة بالعمر. أكيد. فهذا يؤكد كلام الدكتور حمد حقيقة. طبعا حفظ القرآن الكريم بإذنه تعالى وحتى تدبر معاني القرآن الكريم هذه كذلك من ينشط الذاكرة أيضا. نعم. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حتى تذكرت كان في صورة تداول في التواصل الاجتماعي أحد المسنات العمانيات العمر ما شاء الله 85 عاما وحصلت على المركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن. اللهم صل. وهذا دليل شاهد من المجتمع أن كبر السن لا يعني يعني اوتوماتيكيا ان الشخص عاجز عن الانزاج. فالجده هذه الله يحفظها يعطيها الصحه وطول العمر ان شاء الله بذلت مجهود واكيد في كان تحميس وحماس من الاسره وما شاء الله وصلت لهذا الانجاز الجيد يعني. اللهم صلي على سيدنا محمد. اذا دكتور حمد هي عمليه كيفيه استخدام فعلا. خلايا العقل بطريقة صحيحة. أكيد. وكيف أنه الإنسان بإذنه تعالى يوجه نفسه أنا بدخل مرحلة المراهقة إيش بتكون فيها وإيش بس مفروض. صحيح. يعني أتوقع هذه كلش مهمة. نعم. بالنسبة لأخونا خليفة الله يعطيه الصحة والعافية اللي عمره 45 سنة. نعم. ويحس مشاكل النسيان وبالفعل أولاده يقولوا. نعم. لا با أنت تنسى مقارنة. نعم. بأول وما. نعم. عنده أي أمراض. نعم. بالنسبة للنسيان طبعا بحد ذاته ما كل نسيان يعني زهايمر وخاصة في سن 45 احتمال إصابة الشخص خاصة في ظل فقدان ما في شخص ما في تاريخ أسري وما في أمراض عضوية أخرى مصاحبة الاحتمال يكون قد يكون بسبب أن الشخص ليس لديه تركيز أو بسبب ضغوطات الحياة المختلفة متشتت فبالتالي عملية الذاكرة تحتاج أن احنا أركز في شيء معين أختزله في دماغي وبعدين أسترجع هذه ثلاثة الخطوات المهمة كيف تتم صنع الذاكرة يعني. بارك الله فيك. أيضا في احتمال آخر أن في نسبة معينة من الناس اللي يعانوا من النسيان اللي هو الذي لا يؤثر على قدراتهم على ممارسة الحياة قد يكون عندهم نقص في فيتامين B12 بالتحديد وهذا يمكن الحصول على التشخيص بطريقة فحص الدم في أي مركز صحي وإذا كان في نقص فعلا ممكن تعويضه وعندنا حالات من العيادة عندنا هنا تم تشخيصهم بمجرد ان احنا عملنا فحص الدم صار عندهم نقص في فيتامين B12 واعطيناهم الفيتامين هذا عن طريق الأدوية وتحسنت امورهم ان شاء الله. بارك الله فيك. التواصل اللي صار بإذنه تعالى مع الزميلة الأخت جوخة الفاسي جزاها الله خير. نعم. وضحت نقطة جميلة انه لاحظت انه يعني في نوع من الوحدة. نعم نعم. وحدة الوحدة اكيد يعني يعني أنا هذه الكلمة حقيقة ما تعجبني وأتوقع هذه كثير تفتح مفاتيح ما هي بطيبة حقيقة. نعم. الإنسان إذا انعزل دكتور حمد ويكون أقرب لعالم ثاني سبحان الله. نعم. فأنا أتوقع بإذنه تعالى إشراك المسن أكيد. يعني أكيد. عدم إعطاء فرصة إلا أنه يكون لحاله فعلا فعلا. طبعا أنا أتفق مع معظم ما قالت الأخت جوخة لكن عندي تحفظ على قضية أن الوحدة هي السبب من أسباب مرض الزهايمر. طبعا الزهايمر مرض عضوي في تغيرات في المخ وفي عوامل أخرى تحصل معه ويعني الوحدة قد تكون من ضمن عوامل مشاركة ولكن ليست السبب الرئيسي وأنا أحترم وجهة نظر الأخت. بالنسبة لذكرنا قضية الوحدة أحيانا الحين صار في نوع من الوحدة في ظل الهواتف الذكية والعوالم الافتراضية وهذه أولادنا الصغار أكيد. وأحيانا قد نكون إحنا نوعا ما الواحد يعني لا نزكي أنفسنا ولكن من باب عدم القصد جدا عندي قصة ظريفة على سبيل المثال أحد الوالدات التي المريضات تعالج عندنا في العيادة كانت تذكر أن هي لما يجوا أولادها للزيارة الأسبوعية بيجوا ويتكلموا معاها أخبار علوم خمس دقائق بعدين كل واحد طلع تليفون وتعرف الأم في البداية عذرتهم ممكن مشغولين بعدين مع مرور الوقت حسوا حتى لما يجيبوا أولادهم الأولاد طلعوا تليفون وكل واحد يلعب وتكسن فكانت تحكي لجارتها فجارتها الله يحفظها اعطتها فكره انه ايش رايك تجيبي سله من هذول اللي يجمعوا جيبي سله حطيها عند مدخل البيت واللي يدخل يسلم التليفون وفي النهايه لما يطلع وفي البدايه يعني حست انه اول ما طبقت الفكره نجحت ان شاء الله وصارت الفكره ان احنا اوكي احنا جايين الحين زياره خلي هذا وقت للتواصل اكيد في شيء يعني ما هي رساله توصلها الي اذا كانت جاي تزورني في النهايه تطلع تليفون هل معناته ان الناس اللي في العالم الافتراضي اهم من انا مثلا فليش مكلف نفسك بهذه الزياره اذا دكتور حمد نرجع مره ثانيه باذنه تعالى ونبدا احنا تسلسل. نعم. الافكار اللي كنا جايين عليها اذا اخوي الكريم ما هي
الأعراض الفاصلة نعم. اللي تقول إن هذا هنا خرف طبيعي نعم. وها متوقع للعمر نعم. وهنا خرف ما هو طبيعي ويدخل في تصنيفات أخرى. نعم نعم من ذكرنا موضوع النسيان الشديد فالشخص يكون عنده صعوبة في يعني الأحداث القريبة يعني ينسى لدرجة ممكن يكرر نفسه يسأل نفس السؤال خلال الجلسة واحدة يسأل الشخص من اسمك فتقول له من اسمك فعلى شوي يقول من اسمك ما تعرفنا عليك فلأن الشخص يكون عنده صعوبة في تخزين الذاكرة الحديثة الشخص أحيانا قد يكون عنده مشكلة أنه يحس خاصة الأهل يلاحظوا أكثر أنه يفقد الثقة في نفسه فتحس دائما يلزق بالآخرين يعني إذا الزوج مصاب الزوجة تروح المطبخ يروح وراها تكرمه يروح دورة المياه ينتظر في الخلف لأنه يحس يخاف يعني ما عنده القدرة على التعامل الاعتماد على نفسه يكون في صعوبة في الإدراك الزماني والمكان يعني ما يعرف الوقت ما يعرف هو وين بالضبط في بعض الحالات الأهل يلاحظوا أن الشخص حتى الصلاة اتجاه القبلة يغير يعني يكون متعود في البيت هذه القبلة ولكن فجأة تحس أنه كل مرة يغير مكان طريقة القيام بالصلاة أيضا طريقة في بعض السلوكيات تكون موجودة الشخص قد يكون عنده لا مبالاة قد يكون عنده في بعض الحالات صعوبة في النوم قد يكون عنده أيضا تغيرات في الشخصية يعني على سبيل المثال ما يكون عنده القدرة للاحترام الأشياء الاجتماعية المتعارف فيها قد يقدم بفعل غير مقبول اجتماعيا وأيضا حكاية ما يميز نفسه مثلا ممكن بس ملابس ثقيلة في عز الصيف وملابس خفيفة في الشتاء أو أنه يطلع برا البيت ما يعرف يرجع فهذه مجموعة من الأعراض والنتيجة تكون أنه كأعراض هذه كمجموعة أعراض النتيجة أنه في صعوبة القيام بالمهام اليومية فهذه هي جدا مهمة أن الشخص يصل لمرحلة أنه يحتاج إلى رعاية الآخر بارك الله فيك وكذلك أخوي الكريم في رسالتين لابد هنا نوضحهم دكتور نعم. حمد عدم التأخر في عدم التأخر في التشخيص وهذه جزئية مهمة دوليا أثبت أن التشخيص مبكر لأن احنا بنيجي لحكاية طبعا نتكلم عن الأدوية المتاحة حاليا جميع الأدوية الموجودة حاليا تعمل على تأخير تدهور المرض لا توقف المرض ولا تعيد الذكريات بارك لأن الله اللي يحصل إن لكنها تخفف وتقلل وتقصر أي وتطول إنه هذه الأمور تحدث للأسوأ زين في شيء ثاني نعم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام. لازم كذلك نركز على نقطة ما نكسل ما هو أوكي الخراف يعني تغيرات فسيولوجية عضوية على جسم الإنسان على خلايا دماغ الإنسان لكن هذه الأشياء المساعدة تساعد في تعزيز صحة هذا فإحنا ما ناخذها بخجل أكيد. وما نقول إن يدي ويدي ويدي كانوا بنفس الحالة ناخذ صحيح. المكالمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام دكتور فنا والدكتور صباح الخير صباح النور كيف حالكم طيبين الله يسلمك ويعافيك أخوي الكريم حياك الله وسهلا تفضل عفوا دكتور بس عندي استفسار بسيط بخصوص السهو أو بخصوص يعني كل اللغة العامية واحد سرحان نعم فتجد مرحلة هذه أكثر شيء من مرحلة تقريبا من عمر 30 يعني نعم فنلاحظ أكثر شيء أشخاص يسرح فهل هذه العلامة هي علامة بداية الخرف أو بداية يعني كما تقول زهايمر أو كذا يعني بارك الله فيك أنت عانيت من هذا وايد كثير كثير حتى أحيانا أنا أجلس مع شباب ربعي وأجلس كذي يعني أسرح نعم سبحان الله هم يلفتوا لك نظرك مثلا انك انت ما موجود ايوه حتى يقولوا احيانا يقولوني يعملوا لي مثلا يقول لي يا فلان وينك فين رحت وين سرحت عندكم حد في الاسره يعاني من هذه المشكله اخوي الكريم والله هذه طبعا كما تقولي في يعني الفئه هذه صعب واحد يقول لك انا اسرح يعني نعم تحصل واحد كاتم على نفسه يعني فاحيانا مرحله توصل يعني نسرح في اشياء يعني مرات كما تقولي في اشياء قديمه او في اشياء خيال بارك الله فيك بارك الله فيك طيب هل تجي لك أحلام يقظة مرات يعني مثلا أنا جالس كذا يعني مثلا أنا جالس وحدي إنزين أتخيل في أشياء يعني كما تقول مراحل يعني في مراحل مثل السهو في أبعاد كبيرة يعني فهمتي كيف فهمتك أخوي الكريم أيوة إن شاء الله هذه يعني بخير استفسر منها الموضوع إن شاء هذا الله. تسلم وشكرا للمشاركة الله يخليك بارك الله فيك بارك الرحمن عز وجل إذا ناخذ هذه المكالمة دكتور حمد السرحان بس المبكر طبعا السرحان بحد ذاته ليس من أعراض الزهايمر وقد يكون الشخص يكون عنده مشاكل معينة أو صعوبة في التأقلم في مرحلة معينة من حياته بالتالي السرحان قد يكون وسيلة للهروب
الهروب أو وسيلة أن الشخص يتعامل مع الظهور، ولكن لا يوجد ما يثبت أن السرحان من أعراض مرض الزهايمر. حسنت بارك. وإحنا إيش نقول؟ نقول لا، العب الرياضة، التغذية الصحيحة، ونام زين بإذن الله تعالى. على قد ما تقدر فضفل اللي في نفسك سبحان الله، اللي ثقة حواليك إن شاء الله. دكتور حمد جزاك الله خير، وضحت أنه ضروري جدا أنه الاهتمام بالمسن أكيد. وخاصة الدور يجي لمقدم هذه الخدمة حقيقة، يعني كثير هذا دور عظيم أكيد. مقدم الخدمة ما شاء الله، يعني هذه نعمة أنا أعتبرها أنعمها الله عز وجل على اللي ربي عز وجل يختار أن يقدم هذه الخدمة. نعم. أخوي الكريم إيش رأيك؟ بالنسبة لدور إحنا نسميها مقدمي الرعاية، طبعا في بعض الدول اللي ذكرناها سابقا بأننا في بعض الدول نجد أن في يعني الخدمات الصحية أو الاجتماعية تساهم في المساعدة سواء عن طريق الرعاية النهارية أو سواء عندنا في ناس معينين يجوا يساعدوا في القيام، لأن الشخص مع مرور الوقت مريض الخرف يجد فيه صعوبة أنه يأكل نفسه، يلبس نفسه، يستحم، فتجد أنه في بعض مثل ما ذكر أحد مقدمي الرعاية أنه كأنه نتعامل مع طفل، بس هذا الطفل بدل ما يكبر ويصير يعتمد على نفسه بالعكس يصير يحتاج إلى رعاية أخرى. وطبعا جهد جبار جدا، أنا أقدم جميع الشكر لجميع مقدمي الرعاية، وإحنا ما شاء الله تمكننا مع مرور الوقت عن طريق العيادة طب نفس المسنين في مستشفى الجامعة تشكيل الرابطة العمانية للزهايمر، ومن ضمن أهدافها الرئيسية أن احنا العمل مع مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر، التركيز على قضية التثقيف الصحي والدعم النفسي لمقدمي الرعاية، لأن طبعا بالإضافة إلى ملاحظتنا احنا في العيادة مع مجرد الوقت يصبح يوجد ما يسمى بالاحتراق، احتراق ويمل، ولأنها كونها إنها عملية طويلة المدى أخوي الكريم، طويلة في بس من ضمن الآن ذكر في مصطلح الجميل في بعض أحدهم ذكر أن الزهايمر مرض الوداع الطويل. اللهم صل على سيدنا محمد. الوداع الطويل بمعنى أن في بعض الحالات قد يعيش الشخص 8 سنوات إلى 12 سنة طريح الفراش، يعتمد على الآخرين في أكله، في تنظيفه، وما يعرفهم ولا ما يعرفهم، ما يعرفهم. وفي بعض الحالات قد يكون عدواني حتى فترات عليهم. هذه الجزئية كثير مهمة، العدوانية هذه، وتكون قد تكون الأم أو الأب، وهذا الزوجة أو الزوجة على سيدنا يعني محمد. في بعض الذكرى أحد الزوجات كانت تقول صاير يمحي الذكريات الجميلة، صار يشتمني ساعات، يشتم أو أهلها. إذن سرها حقيقة ونجاحها بإذنه تعالى فهم الحالة الصحية، فهم الحالة والمشاركة. أحسنت. نحن نقول مشاركة في الأجر، يعني أحيانا في بعض الحالات تصبح وظيفة الرعاية هذا موكول لشخص معين، للأسف ملاحظتنا قد تكون البنت، فالبنت هذه قد لا تتزوج وبالتالي تستهلك ما يكون عندها وتتعب أول ما يموت يعني عمار بلاش، حتى لما يموت المريض تحس إن أنا خلاص ريليفت، ولكن في القطار راح، يعني ما تزوجت ما كونت أسرة. إذن هي المشاركة، الله يرضى عنك، المشاركة في الأجر، اللهم صل على سيدنا. يعني وما أحلاها اللي سمعنا من أجر عظيم. إذن نرجع ونقول بإذنه تعالى ضروري أساسيات، أولا السرعة في طلب الخدمة الصحية. نعم. الإشراك المسن. نعم. بإذنه تعالى في كل أوجه الحياة استمتاع بها، عدم أنه تعطوه فرصة أن يكون وحيد، ومشاركة كل المحيطين حقيقة، لأن أنا واثقة إذا كان الزوج بيكون لزوجة وأبناء وزوجات. نعم. أبناء وأزواج بنات وأحفاد وغيرها، إذا كان الجد والجدة، يعني إحنا دائما بإذنه تعالى إحنا مجتمع عماني قوي مترابط جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والحمد لله والشكر حقيقة ما عدنا يعني قصص قوية كثير إنه في هذا المجال، الحمد لله رب العالمين، لكن ذكر فإن ذكرنا ما زالت الدنيا بخير. بارك الله فيك. نرجع ونقول إنه ذكرت دكتور حمد، قلت إنه هل هنالك دكتور حمد مثلا أمراض مزمنة معينة، مثلا الأمراض مثل السكري والضغط مثلا والسرطان لا قدر الله عز وجل، هل هذه تؤدي إلى تعمل ضغط على الخلايا الأعصاب في مخ الإنسان؟ نعم. بالفعل السكري والضغط وارتفاع نسبة الدهون في الجسم هذول الثلاثي المشترك التي تزيد احتمال الشخص، احنا تكلمنا عن الزهايمر كونه 60 إلى 70% من نسبة حالات الخرف، ولكن ما يوجد يسمى الخرف بسبب السكتة الدماغية. والسكتة الدماغية هذه لا يشترط أن الشخص يكون عنده شلل في الأطراف، ولكن تكون في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة، عن المشاعر، عن التصرفات، عن صنع القرارات، وبالتالي على أساس تظهر الأعراض. ويمكن من ضمن الأشياء اللي احنا نلاحظ كونه نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم في المجتمع العماني، معظم الحالات تيجينا اللي هي بعد حادث زهايمر اللي هي حالة السكتات الدماغية الصغيرة هذه. والجزء الأساسي في العلاج إن إحنا يجب نتأكد إن الشخص يستمر على أخذ العلاجات الصحية لتنظيم السكري والضغط،
وايضا الغذاء. طبعا ما في فائده ان احنا نعطي ادويه كوليسترول ونفس الشيء ما نزل ناكل اشياء مشبعه بالدهون والاشياء الغير صحيه. فمثل ما تفضلت دكتور الامراض المزمنه الثلاثه هذول بشكل عام لها علاقه بال الدكتور حمد. وايد 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 سبحان الله يعني الناس تتكلم على الزهايمر وانت نعم. بارك الله في مجهودك دكتور حمد رئيس الجمعية العمانية للزهايمر جزاك الله خير. الزهايمر، الباركنسون، الخرف، وبعدها اتوقع الطب في نوع انواع كثيرة أكيد. من التحدي بيجي لك اسم ثاني مثلا ممكن يجي لك سوبرمان ممكن. ايش الفرق ما بين الباركنسون والزهايمر؟ نعم، بالنسبة للباركنسون ما يسمى بالعربي مرض الشلل الرعاشي، والأصل في الأعراض الأساسية تظهر أن الشخص يكون عنده الرعشة، يكون عنده بطء في الحركة، يكون عنده صعوبة في بعض الأشياء العضلية. هذه الأعراض المبدئية، ولكن مع مرور الوقت تظهر أعراض الأخرى مثل النسيان، القدرة على التركيز، الأعراض اللي هي مشابهة لمرض الزهايمر. لذلك احنا في بعض الحالات نسمي الخرف المتعلق بمرض الباركنسون. والفكرة أنه هو الفرق أن طبيعة الأعراض مريض الخرف لا تكون لمرض الزهايمر لا يكون عنده بطء في الحركة في البداية، لا تكون عنده المسألة الرعشة هذه، ولكن طبعا مرض الزهايمر مع مرور الوقت أنه يصبح مقعد الفراش، لأن خلايا، لأن إذا احنا شبهنا المخ يعني طبعا قضية الزهايمر لما تبدأ مركز الذاكرة وبعدين ينتشر تموت الخلايا تدريجيا حتى تصل في نهاية الأمر الضمور يعني حجم الدماغ سبحان الله يضمر بالفعل. اللهم صل على وبالتالي على أساس محمد. الموضوع هذا الوظائف المختلفة الشخص يصبح مقعد رغم أنه ما عنده جلطة، ما عنده فيه سبب واضح لعدم القدرة، ولكن كأن الجسم ينسى يمشي، وبعدين قدرة على الأكل يحتاج إلى أنه يأخذ أنبوب التغذية، وبعدين يصبح شخص طريح الفراش إذا يعني حتى لدرجة عضلات التنفس تعجز عن العمل. مثل ما ذكرت الوداع يعني هذا مصطلح حقيقة يعني بالفعل. الوداع الطويل سبحان الله اللهم صلي على سيدنا. وهي رحلة شاقة للمريض والمقدمة للرعاية. احنا ايضا نذكر ان الزهايمر لا يقتصر على المريض ولكن جميع الافراد الاسرة تتأثر بها. اللهم صلي على سيدنا محمد. في احد من الاخوات قال لي دكتورة فنة خبرونا الناس تقول اذا شربنا زيت النارجيل طبعا الشائعة يعني انزين نعم. هو اذا اكلنا باذنه تعالى المكسرات نعم اها ايش رايكم؟ يعني لحد الحين لا توجد ادله عامه بالنسبه لقضيه النارجيل. هذه اشاعت كثير حتى في بعض الدول صار في تنتج جداً. بطريقه معينه وحتى ناس من ضمن ويباع غالي وهذا الفيرجن كوكونات اويل ايوه فصار نوع من التسويق، ولكن الى الان لا توجد دراسه علميه تثبت انه فعال جدا. بالعكس في بعض الحالات او بعض النوعيات بسبب نوعيه الدهون المهدرجه الموجوده في النارجيل هذا، احنا طبعا ما نتكلم عن الزيت اللي ذا الموجود ايوه قد يكون أضرار أكثر. الشيء الآخر أيضا لما نيجي قضية مكسرات، بالعكس في دراسة تثبت أن الرمان عصير الرمان احتمال قد يساعد، ولكن العدد العدد مثلا الحالات اللي استفادت من الموضوع هذا ما كفاية أن احنا نصبح نروج هذا العلاج. لكن الرسالة الحقيقة نعم. هنا أخوي الكريم وذكرها الدكتور حمد أنه هو الغذاء الصحي المتوازن المتنوع نعم. هذه كلها تحتوي على دهون غير مشبعة. احنا نقولكم بإذنه تعالى كل الدهون الغير مشبعة بمصادرها الدهون مختلفة الله يرضى نعم. عنك نعم. لكن سبحان الله دائما احنا نقول الوسط يعني الاعتدال بإذنه تعالى. بارك الله فيك دكتور حمد. كيف احنا نساعد المسن؟ آخر دقيقتين فوقتنا يعني عندي أما عندي كلهم الله يرحمهم لكن أقصد عندي كيف أستمتع معاهم، كيف إن أنا يعني أخذ بركتهم بإذن الله عز وجل. نعم الجزء الأساسي من المساعدة هو المشاركة في بقدر الإمكان. طبعا احنا كلنا مشغولين سواء في دراسة في عمل في مهام أسرة، ولكن تخصيص وقت للمسن الظاهر اللي احنا مثلا تتكرر عندنا في العيادة إن الأولاد يروحوا المدرسة، الأولاد الصغار يروحوا مدرسة، أبوهم اللي هو ابن الجدة يروحوا دوام، الجد والجدة يبقوا في البيت مع الخدامة، يعني ما في شيء نشط أدمغته، ما في تواصل، وخاصة القضية تحصل هذه عندما يموت الزوج على سبيل المثال، فتصبح الجدة شوية كل مرة تنتقل إلى بيت معين ما في مكان اللي هو تستقر فيه، فهو إعطاء الوقت المشاركة في الأحداث المختلفة. في بعض الحالات نعمل يعني مناسبات معينة، إشراكهم في صنع القرار أيضا يساعد.
في بعض المشاريع أيضا في مثل بريطانيا آخر إذا يقول لك إذا ما تقدر تهزمهم فشاركهم، وهذا بالإشارة إلى التقنيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي. أتذكر كنت في سفر مع أحد الزملاء فكان يسجل رسالة صوتية لوالدته عن طريق الواتساب ويرسلها إياه، فلما تصحى توصلها الرسالة. فأيضا حكاية تعويم مواكبة أن كبير السن ممكن أنه يتعلم الاستفادة من التقنيات الحديثة بحيث أنه تواصل، وبالتالي ما نصبح إحنا نحرمهم من هذا الشيء. في بعض التطبيقات قد تكون مفيدة جدا ولو أنه ما في دراسات قوية، ولكن في بعض التطبيقات الموجودة حاليا اللي هي عبارة عن ألعاب على شكل ألعاب للذاكرة للتركيز للاستنباط قد تساعد في تشتيت المخ وتساعد على المدى الطويل على الوقاية من مرض الزهايمر. وفي نقطة كذلك الدكتور حمد ذكرها أنه يعني ما نحس أنه عيب انه انا جدي جدتي امي ابوي مثلا احتاج الى نوع من الدعم النفسي. نعم. العلاجي بالفعل. حتى الدوائي ما هو بخطا أكيد. لانه مثل ما ذكرنا دكتور حمد هي تغيرات عضويه فسيولوجيه تحدث بسبب أكيد. كبر أكيد. العمر صحيح. وهذا شيء ما له علاقه يعني، وهذه نقطه كثير جميل نحن تطرقنا فيها اللي هي قضيه وصمه العار، وهذه وصمه العار احنا هذه يبغى لها حلقه كامله هذه ايوه. ولكن وصمه العار مرض الزهايمر على سبيل المثال لانه يحس احيانا قد يقدم المريض بفعل محرج شوية قد يعني، وبالتالي الأهل حسن على أساس ما يحرجهم يخلوه يعزلوه في الغرفة وهذا يخلي الموضوع يزداد سوءا. بارك الله فيك. وبعدين في رسالة يعني حقيقة جميلة إنه هي الأيام دول أكيد أكيد كيف أنا أهتم بأهلي بإذنه تعالى سيهتم بي أولادي من بعدي حقيقة بالتأكيد. وهي يعني زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلوا، إحنا كيف نزرع يعني أولادنا كيف نزرع فيهم في يوم من الأيام هم كذلك فعلا. بيردوا هذا الشيء وهذا هو الاستثمار الحقيقي يعني. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن أخواني وأخواتي كان معنا الزميل الدكتور حمد السناوي استشاري أول طب نفسي مسنين مستشفى جامعة السلطان قابوس ورئيس الرابطة العمانية للزهايمر. كان موضوع جميل، سامحونا لو تأخرنا في أخذ المكالمات. دكتور حمد يزاك الله ألف خير. الله يخليك دكتورة، شكرا لك. أحسنت أخواني وأخواتي، أيام طيبة مبارك، ولا تنسونا من دعائكم. ويوم السبت بإذنه تعالى حلقة جديدة وأمراض الجهاز الهضمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.